كما كتعرفوا الخوت ان المدارس ديال تعليم السياقه لي زوتوريكول في العالم وخاصه في المغرب الهدف الوحيد ديالهم ماشي هو تلقين علم السياقه ولكن جميع الفلوس والاغتناء. فالاغلبيه الناس اللي كيشدوا البيرمي في المغرب كتلقاهم مجلجين لا في قانون السير ولا في السوكان، ما يعرفوا الا سقرويدات السكور ولا يباركيو الطوموبيل في بلاصه مضيقه، ما يعرفوا لا يعبروا البنوات ولا يقلبوا النيفو ديال الزيت والماء. فغالبيه الحوايج اخوتي اللي كنتعلموهم منهم تيكونوا بساط، بحال مثلا كيفاش دير البار، كيفاش ديماري الطوموبيل، وكيفاش تدور الفولو. هاد الحوايج اللي دري صغير يقدر يكون عارفهم، ولكن اخوت كاين بزاف ديال الحوايج اكثر اهميه من هادشي اللي قلنا، بحال مثلا كيفاش ديماري الطوموبيل الا خوى ليها الباتري، والانواع ديال الزيت اللي خصك دير في الموتور، ولا شحال ديال الريح اللي خصك دير في البنوات، ولا كيفاش مثلا تقتصد في المازوت، وبزاف ديال الحوايج اللي ما عمرك تعلمهم من لي زوتويكور. الا بغيتو اخوتي تحافظوا على طوموبيلتكم وسلامتكم وسلامه حبابكم، تجنبوا هاد العشره ديال الحوايج اللي غادي نقول لكم. قبل ما نبداو الخوت ما تنساوش تابونا وديروا لايك ودعموا القناة. يلا سيدي بارك علينا من الهضره الخاوي، دوزوا للمعقول. واحد الثقافة غريبة اخوتي منتشرة عندنا، فاللي مشيتي عنده ميكانيسيان سيكليست طولي كيدير لك جوج ونص في الرويد القدام واللور. اخوتي راه ما كايناش جوج ونص في العالم، راه كل طوموبيل كتلقى في الجنب ديال الباب الشيفور واحد التيكات فيها ضغط الهواء اللي خصك دير، وبعد المرات كتكون في الغلاقة ديال الريزرفوار، وكاينين اللي تيمشيو بعيد وتيقول لك دير ثلاثة والصرف باش الكونسوماسيون ديال المازوت يهبط والدورة ديال الفولون تولي رطبة وسهلة. فراه ما يمكنش اخوتي يكون ضغط الهواء اللي في البلو اكثر من داكشي اللي محددها الشركة المصنعة. وعلاش؟ أول حاجة أخوتي هو الكونفور اللي ما كيبقاش، كتولي تحس بأي حاجة كاينة في الطريق بحال لا ميتين لك لي زامورتيسور. أما إلا كانت عندك طوموبيل قديمة كتولي تزعزع كل كروسة. هاد العادة أخوتي ما كتأثرش غير على الكونفور، ولكن حتى لي زامورتيسور اللي دغيا كيفشلوا والكاروسري اللي كيولي يقرقب بقوة السكوس. الحاجة الثانية أخوتي اللي متعلقة بالسلامة ديالكم، وهي أن أجهزة السلامة بحال لاباس ولو إس بي كيوليو بدون جدوى والفاعلية ديالهم كتنقص. علاش؟ حيت كل ما عمرنا البنو بالريح كتنقص درجة الاحتكاك ديالو مع الطريق، وهذا الشيء يقدر يأثر على مسافة الوقوف بحيث أن البنو كيولي يزلق خاصة في الشتاء. الحاجة الثالثة أخوتي وهي أن درجة التأكل ديال البنو كتزاد، في عوض مثلا يضرب لك 40,000 كيلومتر كيولي ضارب لك غير 20,000 كيلومتر وكتلقاه تمسح بمرة. أما أخوتي البلان ديال أنك دير عبار واحد في الرويد القدام واللور فراه خاص بالسيارات اللي عندهم درجة توزيع الوزن الإجمالي 50-50، بحال مثلا الطوموبيل إلا كان فيها 2 طن فكتلقى الرويد القداميين هازين طون واللورانيين هازين طون. وكمثال على هاد السيارات المازدا ار اكس 7، البورش 944، المازدا ام اكس 5، والشيفرولي كورفيت سي 5. اما الاغلبيه ديال الحديد اخوتي اللي كيتسركل في المغرب كتلقى درجه توزيع الوزن ديالو ما بين 40-60 ولا 45-55، يعني ديما النص اللوراني ديال الطوموبيل تيكون تقل من النص القدامي. ولا خدمنا اخوتي اللوجيك انه ضغط الهواء في البنوات اللور خاصو يكون زايد على ضغط الهواء في البنوات ديال القدام. فرجاء انا اخوتي نساو عليكم ديك الجونس، وببحث بسيط في جوجل غتلقاو الضغط المناسب لسيارتكم. بحال مثلا الى عندكم جولف كار غادي تكتبوا بريسيون جولف كار وغادي تدخلوا للسيت ديال الوبلو وتما غادي تلقاو الضغط المناسب. ونزيدكم اخوتي نقطه اخرى، بعكس الخرافه اللي كيروجوها الميكانيسيانات، البنوات الجداد خاصهم يكونوا اللور ماشي القدام كيف ما تيقولوا. ما كاينش اخوتي فينا اللي ما طاحش في هذا الموقف، كتشعل البوله يا اما كنساوها ولا ما كنسوقوش ليها ولا كنكونوا محنسرين ماديا، وفي الاخير كيخوى الريزيرفوار وكنطيحوا اون بان. فمن غير ستريس اخوتي وتمارين ديال ضرب الطريق لاقرب ستاسيون باش تجيب المازوت وتخلي الطوموبيل في الخلا وتقدر كاع تعمرها وما تبغيش ديماري لك ويتقى ذلك مثلا الباتري وتعيط على الديباناج، كاين مشكل اخر اللي يقدر يتقام عليك بغسيل الفندق. هاد المشكل اخوتي كاين في الريزيرفوار اللي مع الوقت كيبدا يجمع الوسخ والغبره والرواسب، ومنين كتخليه اخوة البومبا كتبدا تجرف هادشي اللي قلنا، الفلتر ديالها كيعمر وكيقلل من حركة تدفق المازوت للموتور. البومبا ديال المازوت اخوتي ما تدارتش باش تخدم ناشفة، ولكن خاصها ضروري المازوت باش تبرد راسها وتزيت مكوناتها. فقلة المازوت ولا ليسانس في الريزرفوار كتأدي مباشرة للسخونية ديال البومبا، والحاجة إلا سخنات أكثر من القياس كتخسر. الحاجة الثالثة اخوتي اللي ما كيعلموها ليناش في البيرمي وهي لونتي جيل ولا النوع ديال الماء ديال الرادياتور، هذا العنصر اللي اساسي في نظام التبريد ديال الموتور بحيث كيديكاجي الحرارة وتيحمي الموتور من الصدى. هاد المادة اخوتي اللي اغلبية الناس كيرومبلاسيوها بالماء الشريب، وشي فهامية كاع تنصحوا الناس بالماء الشتا اللي مقطر. اما اللي عايق وفايق شي شوية يمشي يشري بيدو ديال لونتي جيل 5 لتر ب 49 درهم بحال هذا. وليعلمكم الخوت انه ما كاينش فرق ما بين الماء الروبيني وهاد لونتي جيل 50 درهم من غير ديك الصباغة الخضراء.
الهضره. و الا شديتيهم درتيهم فوق العافيه غتلقاهم بجوجهم كيغليو على 100 درجه مئويه وكيتجمدوا في درجات الصفر. هاد الماوس الصغير ديال 50 درهم ديما كتلقاه ناقص بحيث كيبدا يتبخر وخاصك ديما تهز معك الزياده في الكوفر. اما اللي كيدوغو في خواديس مون دوريجين اما كيبدا يتبخر حتى 120 درجه مئويه وما كيتجمد حتى كتفوت ناقص 30 درجه. هاد اللي كيدخوتي ما خصوش يكون كونسونطري. الا شريتو المركز ضروري تخلطوه بالماء. الميكس اللي مزيان لاي طوموبيل خاصو يكون 50-50 يعني 50% ديال الماء و 50% ديال ماده التبريد واللي غالبا كتكون هي البروبيلين غليكول. هاد الماده اللي ما كتبدا تغلي حتى 188 درجه. ونصيحه خوتي منين تشوفوا ليكويد سخونيه فايت 90 وياكم تحلوا الغطايات قرعه الماء حيت غادي تفرقع في وجهكم وتحرق لكم الجلده ديال يديكم. المقابل خليوا الموتور يبرد واحد 15 دقيقه عاد بداو تحلوا ديك الساعه الغطايه شويه بشويه وما عمركم تكبوا الماء بارد على الموتور حيت الكروب غادي يتشقق بسبب التغير المفاجئ ديال الحراره. الحاجه الرابعه اللي ما كيعلموهاش لينا اخوتي هي الانواع ديال الزيت والفرق بيناتهم وفوقاش خاصنا نديرو الزيت الثقيله وفوقاش نديرو الخفيفه واش نديرو الزيت المينيرال ولا السيمي سينتيتيك ولا الفول سينتيتيك. فمثلا اخوتي كنلقاو واحد ساكن في افران وكيدير 15 دوبل في 40 وواحد اخر ساكن في مرزوقه وكيدير 5 دوبل في 30. فالمؤشر الوحيد اللي غادي يحدد لك نوعيه الزيت اللي غادي تستخدم هو المناخ ديال البلاصه فين عايش وماشي واش طوموبيل جديده ولا قديمه. حيت كاين اخوتي واحد الخرافه طالقينها الناس على انما كل ما قدامت الطوموبيل كل ما خصك تهبط ليها نوعيه وجوده الزيت المستعمله وهذه فكره غالطه والعكس ديالها صحيح. كل ما قدامت الطوموبيل كل ما خصها زيت ذو جوده عاليه. بالجوده هنايا ما كنهضروش على اللزوجه كنهضروا على واش الزيت مينيرال ولا سيمي سينتيتيك ولا فول سينتيتيك واللي هو الغالي فيهم. اما الا بغيتوا تهناو كاع من هاد الصداع الراس ديال الزيت الخفيفه والثقيله شريو لكم الزيرو دوبل في 40 هاد الزيت اللي تيكون خفيف في درجات الحراره المنخفضه وكيكون ثقيل في درجات الحراره المرتفعه الثمن ديالو غالي ولكن يستاهل. ودابا اخوتي نذكر لكم بعجاله بعض العادات اللي خصكم تخلاو عليها. اول حاجه هي تجنبوا انكم تخلطوا ما بين الزيت ديال الفران مع الزيت ديال الهيدروليك. ثاني حاجه هي ما تستعملوش اي زيت لا في البواطه فيتاس ولا في السيستم ديدروليك راه كل ماركه وكل طوموبيل عندها الزيت الخاصه بها. ثالث حاجه اخوتي ما عمركم تحيدوا الكوسات ديال الباتري والموتور مضماري. هاد اللعبه كيديروها الميكانيسيانات باش يجربوا واش الدينامو خدام ولا لا. عندكم تزرفوا وديروها خاصه في الحديد الجديد اللي فيه بزاف ديال الالكترونيك ولي كالكولاتور. حاجه اخرى خوتي الا كنتو في طريق هابطه وكامله فيراجات وشميتو ريحه الفرانات فمنين تحبسوا وتنزلوا الا شفتيو الدخان طالع منهم وياكم تكبوا عليهم المبال حيت الدياسك ولي بلاكيت يقدروا يتشقوا ويلصقوا. هذا البلان كيطرى للناس اللي عندهم فرانات عاديين وماشي فونتيلي ويقدر يطرى الا درتي البوامور وبقيتي حاط رجلك على البيدال ديال الفران. والحل هنايا هو انك تدوز فيتاس صغير وتبقى مره تبومبي الفران باش لي ديسك يبقاو ديما باردين. حاجه اخرى اخوت الصباح منين ديماريو تسناو 40 ثانيه وتحركوا منها الموتور غادي يسخن دغيا منها تفاداو الوسخ اللي كيتراكم في الاوجير والكاتاليزور ومنها تحافظوا على البيئه. الحباب هذا المجال مازال فيه بزاف ما يتقال. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا وموعدنا يتجدد ان شاء الله من هنا واحد اليومين. وكيف العاده هادشي كامل اللي قلناه راه غير باش تعيشوا الحياه وبلا صداع الميكانيسيانات. تهلاو.